للنادي الأهلي ألف مبروك وفي عجالة، ولكن للوقت نريد أن نبارك لك، عشتم على أعصابكم أكيد. صحيح، المباراة كما توقعناها المباراة كانت صعبة، كانت الشوط عبارة عن الشوط الثاني للمباراة اللي كانت في الرياض، امتداد كان لاحظنا اليوم أنه تقريبا نفس السيناريو ونفس الامتداد نفس الطريقة، فريق يتقدم وفريق يلحقه. تكلمنا كثير، كان تكلمنا أو الإعلام تكلم كثير عن التاريخ والأهلي وتاريخ الأهلي والهلال. أنا كنت الأمس أتكلم وأقول أن التاريخ هذا للتاريخ، إحنا اليوم نتكلم عن الواقع الحالي، معطيات الواقع الحالي. أنت لاحظت اليوم أن الفريق الموجود في النادي الأهلي هو منتخب الإمارات بالإضافة لأربع أجانب، حتى لما طلع لاعب أساسي نرجع نزل لاعب كذلك لاعب منتخب من اللي كان موجود على الدكة لاعب منتخب. بالتالي الجيل الموجود اليوم في النادي الأهلي قادر أن يواصل وأن يكتب تاريخ جديد. التاريخ إحنا نحترم الهلال ونحترم تاريخ الهلال ونحترم الأجيال اللي مرت على الهلال، لكن كذلك هذا الجيل اللي موجود اليوم في الملعب جيل يستحق كل تقدير ويستحق كل احترام. المباراة كانت عصبية وكانت تكتيكيه وكان اللعب فيها سجال، وكان يمكن هدف الفوز ما يلا في الوقت الاضافي من 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 المباراه. بالتالي يعني ما كان ممكن ان الاخر دقيقه نعرف الصاعد او الفايز بالمباراه، لكن الحمد لله في الاخر احنا ابارك لقيادتنا السياسيه، ابارك سمو صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ورئيس الدوله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدوله رئيس ونحن ايضا بدورنا نبارك لكم كما تحدث تاريخ جديد للنادي الاهلي. مبروكين. شكرا. شكرا جزيلا.